استاذ احمد اسماعيل، كل عام وانت بخير. بصحة وسلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. لقدومك من الاراضي المقدسة. الله يكرمك. وحضرتك تحدثت معي منذ قليل بمأساة المصريين وعرسهم ووالد حضرتك، فممكن تقدم بس المشاهد نبذة عما حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو والله اللي حدث ده زي ما احنا اتعلمنا بيقول لك اللي جرى لا ينحك ولا ينقرى. مأساة، قلة أدب من مصر الطيران. أولا احنا دخلنا المطار، كان معايا والدي، جات له جلطة واحنا في التهجد، وخدته من المستشفى وخرجت بيه على المطار يوم 29 رمضان. وبعدين رحت لقيت موت، لقيت ناس متكدسين تكدس جدا في مطار جدة. ده مصر الطيران، غير الطيران السعودي كمان متكدسين هم كمان الطيران السعودي. مصر الطيران لقيت لك ناس بيقول لك احنا قاعدين من يوم الجمعة. طب انتوا قاعدين من يوم الجمعة، وانا رحلتي كانت الساعة 1:30 الظهر، وصلت المطار الساعة 6 الفجر. ببص اشوف الوضع ايه طيب وبتاع، ومعايا واحد راجل عنده جلطة وراجل كبير. دخلت بتكلم الموظف، قال لك ماشي ماشي ماشي، وراح مطنش. ابص الاقي ناس بتيجي بالاتصال تليفوني بناء عليه، موظف اسمه ايمن احمد ده، بناء على اتصال تليفوني من اي حد تبعه يدخل ويركب الطيارة. هو واحد اسمه ممدوح عسكر. دول كل سنة تلاقي ممدوح عسكر ده كل سنة من ايام النظام القديم، كل سنة ده يطلع مأموريات لجدة. بناء على ايه بيختاروهم انا ما اعرفش. السنة اللي فاتت بس اللي ما طلعش، لان انا بتابع، انا بقالي 13 سنة بطلع من العمر. قعدنا من الساعة 1:30، احنا راكبين تاني يوم الساعة 4 الفجر 5 الفجر. تتكلم معاهم مفيش رحمه، مفيش اي حاجه خالص. ناس واقفه يا عيني، لقيت ناس عشان تخش توصل بس للموظف اللي على الكاونتر ما تقدرش توصل، لازم تمشي فوق البني ادمين، تمشي فوق، يعني مش عايز اقول لك الوفات مرميه في المطار. وتكلمهم يقول لك الطيران موجود، ده بس مشكله عاملينها معانا الطيران السعودي، السعوديين عاملينها معانا. تبص تلاقي طب احنا منفصلين عن الطيران السعودي. قطعنا البوردنج بتاع التذكره بتاع الكرسي، دخلنا عشان نركب. الكلام ده كنا الساعه 7 المغرب 8 المغرب. دخلنا علشان نركب، لقيت لك جوه ناس مش عايز اقول لك عدد برضه زي العدد اللي بره. دول واخدين بوردنج كرسي بس. الطيران السعودي او الشرطه السعوديه والسعوديين عاملين موقف اساسا ده ملحوظ جدا، ان انت اصول انت لو معاك قنبله كنت دخلتها على الطياره من غير ما حد يشوفها، لان الجهاز اللي انت بتمشي فيه اليد اساسا هم سايبينه وسايبين الدنيا كلها. واللي عدي يطلع من، يعني تنزل من العربيه ده تخش على الطياره على طول، اي مشاكل ما ولا حد يقول لك حط الجهاز ولا حط اي حاجه، ما فيش جهاز يكشف ولا اي حاجه خالص. الكلام ده في المطار، في المطار السعودي مطار جده مدينه الحجاج، ما فيش اي شرطي سعودي واقف حتى يقول لك انت رايح فين ولا جاي منين. ولما عملنا عشان تخش تركب الطياره لازم بالخناق وتضرب وتزق وتقعد تحافر، وزقنا بالعافيه لحد ما دخلت جوه. اخويا كان مع ابويا، حطيناه على كرسي. فطبعا من الرحمه ان هم بعد 12 ساعه لما خدنا البوردنج، من بعد 12 ساعه الرحمه مع الناس ان هو دخل جوه. ركبنا الساعه 5 الفجر احنا واخويا وابويا. تخش جوه بقى، ما فيش طبعا رحله معينه، كل الرحلات اي حد تخش. يا دوب وصلنا مشينا في التيوب دون عشان تخش على باب الطياره. اول ما وصلنا على باب الطياره قفلوا الباب. ليه؟ لان المصريين اللي هناك اللي جايين على الطيران السعودي فتحوا لهم المهبط بتاع الطيارات يخشوا جوه. وهم كمان راحوا طالعين وعايزين يخشوا، يقولوا لهم احنا شركه مصر للطيران، انتوا يقولوا لهم احنا مصريين. طب انتوا مصريين بس مش قاطعين على الطيران السعودي. يقول لك الضابط في الطيران السعودي في المطار قال لنا خش اركبوا اي طياره تقابلوها اركبوها، واحنا عايزين نركب. المصريين اعتصموا قعدوا تحت عجل الطياره في المهبط اللي عمر ما شفت في دوله في العالم. السلطات السعوديه طبعا كانت سايباهم يعملوا كده مقصوده. ناموا تحت عجل الطياره اعتصام. بقى بتوع مصر الطيران يقول لك يخش في وسط المصريين اللي واقفين، يقول لك اللي مصر الطيران يجي على جنب، اللي مصر الطيران يجي على جنب. والطيارات واقفه بعيد، الطيران السعودي وقف طيرانه بعيد خالص في المهبط في اخر المطار كده عشان لما يخشوا يقابلوا مصر الطيران هي اللي في وشهم بس. والطيران السعودي وقف طياراته بعيد. وفي ناس ركبت من المطارات الثانيه. اما جم المصريين اللي هم عايزين يروحوا يعني على الطيران السعودي معتصمين وقعدوا تحت عجل الطياره، احنا جابولنا اتوبيس وقعد يلف بينا في المطار شويه، وبعدين راح مودينا على طياره بعيد. قعدنا ساعتين تاني جوه الطياره مستنيين على ما يلموا ناس زي اللي شغال بالنفر. طب ما عندك ناس محبوسه جوه انت مش قادر تدخلهم، ما تنزلهم يركبوا اتوبيس. مفيش الموضوع ده مقصود،
الضابط السعودي يقول لك ايش سوى لكم حسني مبارك لتحبسوه؟ ايش سوى لكم لتحاكموه؟ هذا الكلام حقيقي ولا حقيقي؟ والله العظيم بقول لك حقيقي، احنا لسه جاي من العمره مش هنكذب، حقيقي. قلت له اللي سواه لنا هو اللي سواه لكم الملك عبد الله، بس انتم ما عرفتوش تتكلموا. يقول لك احنا ادالنا فلوس، خلاص هو اداكم فلوس هو عارف ديتكم، احنا مالناش دعوه، لكن انتوا تحاسبوا المصريين ليه؟ المعتمرين ومصر للطيران تشارك في هذا العمل ان هي تحاسب المصريين المعتمرين لما يطلعوا ثلاث موظفين ما لهمش اي دور غير ان هم ياخدوا اتصالات بالتليفون ويركبوا ناس، واحد اسمه ايمن حكيم، واحد اسمه ايمن احمد، وواحد اسمه ممدوح عسكر، الثلاثه دول اللي يطلعوا بناء عليهم هم بيختاروهم كل سنه ان هم يطلعوا. لسه النظام بيختار زي ما هو، لان في ناس كتيره ما بتطلعش. السنه اللي فاتت كان في موظف انا شفته، راجل كان محترم، الناس تخش انت مكلم واسطه مش واسطه كان يدخلك تركب، طالما يقول لك خش اركب اتفضل اتفضل، كانش في زحمه مفيش اي تكدس. الراجل ده ربنا يبارك له، انا وقفت لما شفت المأساة دي وقفت دعيت له، قلت له ربنا يبارك لك السنه دي وانا في العمره، قلت ربنا يبارك له، اسمه كمال خزيم ده، قلت ربنا يبارك له، الراجل ده كان محترم، ما خلاش بني ادم واقف على ارض المطار يجي مالكش طياره بس في مكان يقول لك خش اركب مفيش اي مشاكل، ركب ركب عشان ما يعملش تكدس. احنا رحنا لقينا التكدس اساسا هم عاملينه، كام رحله عطلوهم بقى كل الناس تخش تركب على الرحلات على بعضها بقى مش عايز اقول لك ان المصريين هم اساس الماساه اللي هناك، مصر الطيران دي اساس الماساه قبل الطيران السعودي، الطيران السعودي الاثنين شاركوا بعض على انهم يقضوا على المصريين وينتقموا لحسني مبارك. طب هناخد فاصل وحضرتك تحكي لي على بعض الحاجات اللي مر بيها المصريين كامراض كاغماءات في اثنين ماتوا. هناخد فاصل ثم نعود. ماشي ماشي.